ça refaire une prénate. DH, prénate. DH, prénate, la S1, pas mal. Vous voyez, la prune, la prénate, la S1, faire le M, la route. على منصة اليوتيوب من طبيعة الحال وعلى منصة الفيسبوك. الموضوع كما أشرنا له النشيد الوطني وحقوق التأليف، بالطبع هو موضوع قضية تساؤلات، ولكن يحيلنا التساؤل عن معنى المواطنة، معنى الوطن، وما قدسية رموز الوطن، فهل الوطن سوى دماء؟ هل الوطن مؤسسات تعطي للمواطن وتدافع عن قدسية الوطن؟ فعلا هناك عدة تساؤلات، وبالأنكى يعني ملي كنجيو نحاولو التساؤلات وهاد الموضوع في هاد الآنية بالضبط، نلاحظ أن هناك أشخاص يتطاولون بالطبع على محيط الدولة وقدسيتها، فمحيط الدولة بالطبع هي الأمن المعلوماتي، هذه من جهة، فهناك جهال كيعرفوش أن الآن وأنا القدس، فبالطبع هو مراقب سواء من طرف اليوتيوب لكي لا أمارس خطابات عدوانية بطبيعة الحال، خطابات تحث على الكراهية، تحث على تقييد الحريات، فما الهدف من الاستفزاز بالوطن ورموزه؟ فعلا العديد الكتاب ربما غادي يشوفوا يعني هذا الفيديو، علاش غادي يتسائلوا من هذا السيد، من هو الوطن، شكون هو باش يصير هذا الموضوع. فعلا اللي لاحظنا في الخروج ديال بعضهم في الدفاع سواء على الدنيا أو على الدين، فهناك تجارة رموز كي يخلو بلاصة الدولة في حقها في المتابعة والتأثر وكل شيء، كي يجعلو هما دولة. نعم، ف بالطبع يحيلنا لعدة تساؤلات، فلما خرجت هؤلاء الأشخاص وما الغاية؟ وإذا قلت أو أثرت هذا الموضوع فالمتتبعين القناة بالطبع عادت واحد الأمسية كتبين رمز الوطنية كذلك، الفقير المغفور له السيد الرحمن اليوسفي، قلت نشيط مكينش ما حسن ندير النشيد الوطني كنشيط وكا لما له من دلالة وعمق في الوطنية والترابط سواء ما بين العرش وما بين كافة المواطنين، إن قلنا المواطنين ف من أعلى قمة إلى أسفل، فكلنا مواطنون نتساوى في الوطنية. في الوطنية هناك بالطبع تجاوز، لا نتساوى في كل شيء، ولكن ما يمثل التساوي. هناك أشخاص
يحاول ما هو على المسألة الوطنية. لا أقول من يحاول على لا فالمسألة أكثر ما هي تثير السخرية من طبيعة الحال فهي تثير الاشمئزاز بخصوص المهاجر. نعرف وضعية المهاجر النفسية أقول هناك اهتزازات لا فيما يخص بالمواطنة بالطبع فهناك من يقصد المهاجر هناك من يحاربه فلما يدعو للتفرقة قبل كل شيء أي عنصرية لنتساءل فهل صدر الوطن يتسع لكل هؤلاء الإقصائيين ولما وما الغاية إن استفزازات من أجل الاحتيال فلأتم باش نكمل شنو وقع ما بعد بالطبع كانت نشاط على الفيسبوك لا أقل ولكن نزلت الفيديو على اليوتيوب فبعد يمكن ساعة ما كملش كنتفاجئ واحد لايمايل جاني من اليوتيوب أنه كيطالبوا بحقوق التأليف ومن اللي فتحت الإيميل وتبعت الخطوات كما غادي تشوفوا وفاجأ أن الطرف الآخر من هو وما علاقته بالنشيد الوطني لأن الفترة هي أن النشيد الوطني وباش نخليكم تشوفوا هنا عبدت على يعني على جوج النوبات فطبعا غادي ندوز من اليوتيوب وندوز هناك فيسبوك ويوتيوب ما كيطول شويه الوقت على خاطرها إذن كما كتشوفوا هذا هو الإيميل يعني الإيميل عند اليوتيوب أن هناك من يطلب حقوق التأليف المعروف القناة ملي بدات يعني ملي بديت كقناة من طبيعة الحال شريت موسيقى خمسة دقائق أربعة دقائق ممكن كتصور والو كتشريها في الصحيحة غير باش نتفادى حقوق التأليف وباش ما نقولش نستغل أي فنان كيما بغا يكون نوعه فنحتاج للجهود الفنية ديال أي واحد أي إبداع لأن القناة انطلقت قناة المبدعين ومن أجل المبدعين وكذلك من أجل مغاربة العالم اللي أنا واحد منهم كخدمة للوطن وكمتتبع القناة كيعرفوا أن أبوت دائما على صفحتي أخبار يعني لو بيلون ديال كورونا التعداد ديال العدد وفلوس الآمن وكنبتها على الصفحة يعني في الفيسبوك لا أرجو من ذلك يعني كتضامن قبل كل شيء مع كل أصدقائي على العالم لأن عندي أصدقاء على العالم فباش كنتفاجئ أن الإنسان يتابعك من أجل حقوق التأليف غادي هنا غادي يمشي مع أصحاب اليوتيوب لا هنا بركز على الرابط باش نمشي نشوف فين عندي المشكل هنا اعتذر
تعلم وشوف وشوف فتحت النافية فتحت اعتذر عن هذا التأخير ف هنا لتفتح نافذة اليوتيوب وبالطبع تقول فين كاين هنا يعني في هذه اللحظة اللي هي النشيد الوطني اللي رافق كما قلت ف ما بغيتش لان يكون هناك تردد ف شكون اللي دار هاد هنا كنمشيو كنلقاو اللي معترض على حقوق التأليف اعتذر باش ما نظلموش اللي معترض هو مينا تيويريت ودايرة سونو سويت هاد سونو سويت شركة ديال فعلا ديال الموسيقى ولكن ما عندها حتى علاقة مع النشيد الوطني على الجهة هاد الإنسان ملي قلبت لقيتها أنها فنانة حتى هي نعم ماشي تشكيلية ولا لا ماشي من التقليل من الفنانة ديال كيف ما كان لكن يبدع ولكن كي حافظ على الصور الفنان القدسية ديالها وداك المخواد الفنان ميستغلهاش كأداة الابتزاز فتحية ولكن هاد الفنانة فنانة ديال الروايس نعم يعني فنانة أمازيغية من المنطقة ديال السويس بالطبع أنا ماشي ضد موسيقاها ولا معاها أنا ضد هادشي اللي دارت فلم أستصغ الأمر يعني تبعت الجرات فعلا مشيت للصفحة ديالها ديال اليوتيوب مشيت للفيسبوك كاين رقم الهاتف ديالها كذلك واتصلت بها القناة كاستفسار يعني كان هناك صور كان يعني ما الغاية علاش حقوق التأليف بالضبط يعني احنا كنخافو ماشي كنخافو نحترم القانون لأن ونحترم الفنان ونحترم حقوق التأليف نحترم كل يعني في نطاق قانوني ماشي قناة سوداء فنحن قناة عصامية بطبيعة الحال ولكن قناة مواطنة عالية قناة اللي عندها حس وطني قبل كل شيء كفنان كشاعر كإنسان يحاول باش يعطي للإنسانية ماشي باش ياخذ من الإنسان فمن اتصلنا بهاد الفنانة نعم كان استفزاز كان يعني اش غادي نقول لكم إلا قلنا استفزاز كاين احتيال لا بغيتي علاش احتيال نبغي النشيد الوطني هو ملك للجميع إلا إذا استغل في مسائل لكثرة صورة الوطن أينما كانت فالوطن له قدسيته النشيد للعالم هو ملك كل شيء ولا الصور والرز ومدام عبد السعد الرحمن اليوسفي هو كرمز كأيقونة ديال النضال كرجل اعترف بالشارع واعترف بأي واحد احنا كقناة كفنان بطريقتي بغيت
télé indienne. Au plus, je suis notre finale, elle est là. Elle a Steve Zez, elle a Hitiyan, Ism, Wachel, qui a dit qu'elle 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 يعني تيليشارجي ليغالمون من صفحة رسمية ديال المملكة المغربية. ف كنداء بعد الأمن يحقق مع هاد السيدة في الاحتيال. علاش هاد الاحتيال من أجل المغاربة ما خليتهاش تطلب شنو؟ لأن إنسان اللي كيقول كولا واش أنت اللي كاتب الكلمات ديالو، فقط كشخص خدمت الوطن ديالي ولا دائم كمحارب كرجل كجمعوي كفنان والآن كقناة عصامية دائما في خدمة الوطن في خدمة الوطن ديالو. ف مع عشرين أفعال لكم وسع الكلمة وسع النظر. فهاد السلوكات هاد التهجمات فعلا المواطن في خطر والوطن في خطر، لأن هاد الناس الاستفزاز ديالهم الاحتيال على اليوتيوب باش يضربوا في قيم، يضربوا في قناة اللي عندها نشأة وكان المفروض تشجع، لأنها كقناة أولا عصامية، ثانيا اللي كتبت بطريقة احترافية أو شبه احترافية نظرا وبإمكانيات اللي هي متواضعة. فكنتمنى يكون واحد تجربة مع كنتمنى يكون تجاوب مع هاد ما يقع. مرة أخرى نعود لنقول كفى من استفزاز مغاربة العالم. نعم، وأقول على الهوى مباشرة للفنانة، نعم إن كانت وطنية عليها تمشي تجميل إجمالي، نعم عليها أن تكف بالرقص الراية أو فالراية ليست لباس لا رقص في ملاهي لاكوب أكاديم في بيتش كلوب وفما شابه، فالراية قدسيتها مات من أجل الآلاف ومستعدون أن يموت كذلك في نطاق الدفاع عن مكتسب الحر وحوزته وحدوده الآلاف جنود مجنون. وليس للمغنية كيفما كانت أن تعطي دروس في الوطن، فللوطن رجالاته، للوطن نساءه، وللوطن كذلك حدوده وقدسيته. ف
فتحية لمن يحترم الوضع وتحية لمن يحترم الوضع ولا يجعل ذلك من أجل الطبع لا يشيل أو لا جريمات. فإذا فتك من قطاع الفن فقطاع المواطنة نسك ساعة ونسك ساعة لها باقي محمد الله وعجل